بمزمور 51 واحد يقول داود الملك: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معصية. داود كان أعظم ملك في تاريخ شعب إسرائيل. الله اختاره من بين كل أخوته مع أنه الصغير المهمش في العائلة، ومسحه ليكون ملك. وقال الله: وجدت داود بن يسي رجلا حسب قلبي الذي يصنع مشيئتي. داود كان عنده نجاحات رائعة، انتصارات عظيمة. داود كتب أغلب المزامير في سفر المزامير اللي كانت من آلاف السنين ولا زالت إلى يومنا هذا تستخدم في التسبيح والعبادة. لكن مع كل هذا، الكتاب المقدس يحكي لنا عن داود كيف أخطأ وزنى مع بثشبع، وحتى يخبئ هذا الشيء قتل زوجها، وبعدها تزوج بثشبع وأخذها إلى القصر وعاش حياة طبيعية وكأن شيئا لم يكن، إلى أن جاء ناثان النبي برسالة من الله يقول إلى أنه أنت زنيت وقتلت. تعرفون لو غير ملك كان ممكن يقتل ناثان النبي، أنت شلون تجرأت وتقول هذا الكلام للملك العظيم؟ لكن نشوف داود اللي قلبه بحسب قلب الله، يأتي بتوبة حقيقية وانكسار وتواضع أمام الله، وكتب أحلى مزمور التوبة هو مزمور 51. داود الملك العظيم اللي عنده مكانة كبيرة في وسط الشعب عرف أنه أكو ملك أعظم منه، هو الله ملك الملوك ورب الأرباب. ولأنه عنده علاقة حية مع هذا الملك، قدر ببساطة وبتواضع يتوب ويرجع عن طرقه الردية. اليوم كثير من عندنا مع الأسف كبريائهم وغرورهم وصورتهم أمام الناس، وأكيد ابتعادهم عن الله مخليهم يعيشون في خطاياهم وكأن شيئا لم يكن. اليوم في هذا الوقت من الصوم والصلاة والتكريس لله، دعوة أنه نمتحن ونفحص قلوبنا ونجي بتوبة حقيقية وبتواضع وانكسار أمام الله، ونقول له: ارحمني اللهم أنا الخاطئ، ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي، طهرني. صلي اليوم لنفسك وللناس اللي حولك: يا رب توبنا فنتوب، يا رب اعطينا روح تواضع وانكسار نجي لك بتوبة حقيقية، يا رب انطيني قلب نقي أكون بحسب قلبك بحسب قصدك، أصنع مشيئتك يا رب كل أيام حياتي، قلبا نقيا طاهرا أقلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. الرب يباركك، وتكون هذه السنة سنة 2021 سنة توبة ورجوع إلى حضن الآب السماوي. الرب يبارك حياتك.